تخيم على الغار وشلون ذنيك الحمايم بيضنه ويلي سريت بليل من أقدس ديار مثل البرق سرعان من يوم أظنه رقيت سبع طباق ومكلل بغار تزينت وملاكها رحبنه ويم سدرة المنتهى شاهدت الأسرار جل المقام سواك من يوصلنه جبريل حد لحدود ما جاوزوا سار وانت دعاك الله يحمد تدنه والله ما نوفي حق محمود لو نبذل أعمار ولا نوصل الفحوى عيوني في دنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين. عام هجري جديد نتمناه لكم 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم غرة شهر محرم الحرام الأول من أيلول لعام 19 و2000 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. من أسرار وأنوار وبركات العام الهجري أن العام الهجري يبتدأ بمحرم وينتهي بمحرم، يعني شهر الله الحرام بل بالشهر الأول، وشهر ذي الحجة هو من الأشهر الحرم أيضا، يبتدأ بصيام ويختتم بصيام، نصوم عاشور ونصوم عرفات من أجل أن الإنسان يظل متصل مع الله عز وجل. فيا رب إن شاء الله هذا العام عام 1441 يكون عام تآلف توحد انسجام محبة سلام أمن أمان على العراقيين أولا وعلى يعني الإسلام والمسلمين وعلى الشعوب العربية والأوطان العربية والمحبين. يا حياكم يا بياكم يا طبتم طاب ممشاكم جمهور ومحبي خيمة وقصيد الله حيكم الله حيكم الله حيكم. الحقيقة لا أعرف من أين أبدأ ومن أين أنتهي في هذه الحلقة الجميلة اليوم وهذا اللقاء الطيب المبارك. إن شاء الله الجو غير وإن شاء الله نحو الأحسن بإذن الله تعالى. واليوم ارتأت الإدارة وارتأت القناة أن الحلقة لكم فالاتصالات لكم والمشاركات لكم وضيوفنا من الأحد القادم بإذن الله سوف يفدون على البرنامج مع يعني الأسبوع القادم إن شاء الله. فقبل أن يعني ندخل في طيات الحديث فقط على السريع خالص العزاء والمواساة لهن العكلي بوفاة الحاج أبو يونس حج علوان الليفان العكلي، نسأل الله أن يرحمه برحمته. كنا اليوم في مجلس العزاء والحقيقة أخبرني أولاده أنه كان من أكثر المتابعين الخيمة وقصيد وكان قد أوصى أحد أولاده أو كان يتمنى من أحد أولاده إذا رزقه الله بولد أن يسميه يعني على اسم مقدم برنامج خيمة وقصيد وتراحيب. كنت أتمنى أن نلتقي بهذه الشخصية العظيمة وبهذا الرجل الجهبذ وحتى اليوم رئيس الكتلة النيابية في رئيس كتلة المحور النيابية ترحم عليه وترحم على أخيه من قبل أسبوع الحاج جاسم والشيخ جاسم العكلي. نسأل الله أن يرحم الأموات وأن يوفق الأحياء لما يحب ويرضى في الخلف. وبروسكم يهن العكلي خالص العزاء والمواساة لهن الوقاع بوفاة الشيخة أم أحمد شقيقة الأستاذ المهندس عبد الواحد الوقاع مدير الطاقة في الموصل وبيت معروف بيت الوقاع المعرف عند العرب لا يعرف. أيضا أخبرني أهلها وذويها أنها كانت تتابع البرنامج وأنها كانت يعني تتشوق للقاء البرنامج والمحبين. فنسأل الله أن يرحم أمواتنا وأن يوفق الأحياء لما يحب ويرضى. في واحد أيلول اليوم كان هذا التجمع الكبير والجميل اللي حضرناه وحضره الناس كل الناس في أيسر الموصل وكانت يعني علي عرافة الحفل لافتتاح مضيف الأستاذ المهندس المعاون الفني لمحافظ صلاح الدين الأستاذ المهندس أحمد الجبوري وكان لقاء جميل حضره أولاد قحطان وعدنان حتى أني
يعني رحبت بالجميع، ولكن أهل شمر قالوا ما رحبت بين الترحاب اللازم، وأنا قلت حي الله كل أولاد قحطان وعدنان. فكان لقاء جميل جمع محافظات العراق يعني العديدة حقيقة لشخصيات كثيرة، وإحنا ما أحوجنا إلى لما الشمل ما أحوجنا وأحوج شبابنا إلى أن تعاد المضايف، تعاد الدواوين، لأن الشاعر محمد بن موسى القاضي يقول: ومن المجالس كثير أفهام متخرجة أو كما يقولون. فحي الله كل من حضر، ويمكن السيد المخرج هيئ لنا كم صورة، يعني عذرا هذا ما وردنا ووصلنا. أي والله خلنا نشوف التصاوير. ها هذا مضيف الأستاذ المهندس أحمد الجبوري، ومضيف والده أيضا الحاج صالح حياها الله. وكان هذا الإعلام اليوم تحية وألف للسلطة الرابعة التي حضرت وغطت الحفل. هذا الصورة كانت ليست من الحفل، وإنما صورة الخال إبراهيم العلى الجبوري أبو يعرب مع الأدباء والشعراء الدكتور حمد الدوخي والدكتور زويد أهن الهيب وفهد الدوخي. وحمد لله على سلامتك يا الخال أبو يعرب، الله حيه، أصيبت ساقه وكان يتمنى أن يحضر اليوم بالشرقاط، وقال: والله لو قطعوا رجلي لأهجرها لسار نحو حماها بل هوى راسي. فأبلغهم التحايا والسلام، وإن شاء الله يعني الصحة والسلامة. هذا أيضا كان جزء من اللقاء، حضره العميد الركن حسن الكرادي والأستاذ المهندس المعاون الفني وجعاط، الله حي جعاط اللي حضره واللقاء، وأهن العكلي حقيقة، والشيخ عبد الله، اي والله عبد الله بن علي، حياهم الله جميعا. ايضا هذه تقريبا صوره معاده، مضيف كان من عده اجنحه ومن عده لقاءات. نعم، وعذرا هذا ما وردنا من التصاوير على لغه العجائز، فحياكم الله وبياكم جميعا. واعجبني حقيقه اليوم تكاتف اهلنا بالساحل الايمن والساحل الأيسر، وأن الكلمات التي ألقاها السيد محافظ صلاح الدين والأستاذ أبو مازن والشيوخ والوجهاء أنه ما أحوجنا إلى التكاتف، يعني لن تزيدنا الأحزاب ولن تزيدنا التجمعات الصغيرة إلا تفرقة، بحاجة إلى أن نبقى يعني يدا واحدة كتلة واحدة، كما يقول الشاعر: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الاتصالات لكم والمشوار اليوم كله لكم، وحي الله بالاتصال، الله حيو. ألو. نعم، السلام عليكم. السلام، وهلا بالسلام. شلونك شيخي؟ الأسبايك السبيكر ها؟ بلكت يشوف لنا يا أمين الصوت، الله حيهم. السلام عليكم. السلام وهلا بالسلام. شلونك؟ الله محييك. حيا ودوم، شخبارك؟ خلنا نتعارف. مطر من وين يا مطر؟ من الموصل، من الموصل. هلا 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 بالموصل وأهل الموصل، هلا بهن، الله حيهم. وبيك أكثر، بيك أكثر. حياك الله يا مطر، الله محييك. حيا ودوم، مشكور. نسمع منك يا مطر، ايش عندك للبرنامج من مشاركه من اهداء؟ والله اشكرك على برنامجك الحلو، طبعا متابعينه واني وجميع عمامي وقرايبي. الله محييك انت والعمام والقرايب، وحفظ الله نينوى ورعاها، ان قلبي بحبها يتباهى. والله احنا نتباهى بيك ونشكرك على برنامجك. الله محييك، الله محييك. واليوم حتما السيد المخرج هيئ لكم من الشوبي والفواصل الزينة اللي تنال رضاكم في طيات البرنامج، راح نسمعها إن شاء الله. الله يعزك، الله يعزك. ممنون يا مطر، مشكور، تسلم. سلامنا لأهل الموصل والقرايب. أنا وجه تحياتي لعشيرة الخوابرة يا شلة. أيوة النعم. إيه، من عشيرة الخوابرة طي. والعشرة نعم، هلا بطي وهل طي، الله حيهم. النعم منك والنعم منك. الله محييك، الله محييك، الله محييك. أقدم تحياتي للشيخ أبو نور الطاهي الخابوري. نعم نعم، ووجه تحياتي لك ولجميع المخرجين. حياك الله، تسلم تسلم تسلم، بارك الله بيك، تسلم وتعيش. وانت عايش، ممنون وانت عايش. ممنون يا أخوي يا مطر، حياك الله، بارك الله بيك. حياك الله، تحيا ودوم. تسلم تسلم تسلم. إذن نعم نعم، حياك الله. ما دام يعني افتتحها مطر
يعني سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا عمر السلام كما يقولون. هلا بالاتصال. إذن حتى نأخذ مشاركات المحبين اليوم، وقبل لا أخذ المشاركات أحب أن أعرج وأنوه أنه برنامج خيمة وقصيد ورد إليه الحقيقة من الكاتب والروائي والقاص الرائع والجميل بالأسلوب الذي يسمونه السهل الممتنع الحقيقة الأستاذ محمد هلال مبارك، رواية مواسم الرحيل، وأيضا صدر له مغامرات حمدان رواية للفتيان. هذا الرواية إذا يسلط عليها الضوء السيد المخرج، هذا الرواية للأستاذ محمد هلال مبارك من أهل القيارة جنوب الموصل، والحقيقة أهدى هذا الكتاب إلى الأستاذ فهم الزرزور مع كل الاحترام والتقدير، وأيضا يخص بالشكر والعرفان شكري وتقديري الخاص للمهندس الحاج منصور المرعيد الذي قام بطبع هذه الرواية على نفقته الخاصة، مؤكدا دعمه اللامحدود للحركة الأدبية والثقافية. أستاذ منصور محافظ نينوى، مشكورة جهودك لدعم الكوادر المثقفة والناس، وهذه رواية أستاذ محمد، وهو حقيقة كاتب معروف في جنوب القيارة وأخ لأشقاء كلهم أدباء ومثقفين حقيقة، وهذه أيضا ننصح بقراءتها لأنها تخاطب الفتيان يعني بلغتهم الجميلة. يقولون معانا اتصال وعذرا على التأخير، وهلا بالاتصال. الله حيه. هلا يا أبو جاسم. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله بركاته. علونا سبيكر يا أستاذ حسام. ألو. هلا. ألو. أي والله بلكة تفتحوا لنا الصوت شوي، علونا إياه. ألو. هلا. ألو. نعم. هلا بالموصل، الله حيهم. ألو. ألو. هلا يا عبد. ايه في مشكلة مع الشبكة، دائما هي مع المحبين. اذا شوفونا ابو محمود، شوفونا ابو محمود من حديثه. هلا بالاتصال. شلونك عيني؟ هلا. اخوي الربابة، اخوي الربابة. تريد ربابة؟ ايه ايه. ابشر، ما شفت الربابة مال جمعة جبوري قبل يومين؟ اي والله شفنا احمد عايز اخوي، ترى الانبار شوي مستوي زايد، راح وما ضل عنده احد. صار 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 التدلل. والله سبحان الله وعدي. ابشر ابشر ابشر. الله حيهم، الله حيهم، الله حيهم، الله حيهم. استاذ حسام يريدون ربابه ويريدون تشوبي، بكيفك لك الخيار. يقول تشوبي المخرج ناخذ، وبعدها عود ناخذ ربابه احمد عزيز نختم بها ان شاء الله. على تشوبي الله حيهم.
ابي عيده قدام الناس لا ظلت غير براسك لا ظل احساس هو جعد تقول لك ما اريدك قدام الناس لا ظلت غير براسك لا ظل احساس ويا زيك تعيش بحيرة وظن وسواس زوجياتك مرفوضة ومرك ملبوس اي ورد اشيلك يا محمود كن نومي فز وقعدان بذلة من بعد الحيز هلا ابوي قشفتان هالدنيا خدود تكفر والمن قد ما هي ريانه ودمها يطفر الله هلا اهلا ومرحبا بكم احبه المشاهدين والمتابعين حياكم الله والحقيقة هذا الفاصل الجميل اليوم لهنس ديرة أيضا كان سجلناه في حلقة من الحلقات أيام العيد المبارك وإن شاء الله مثل ما قلنا عام هجري جديد وحيا الله الجميع وأحسب أن البيت الذي قاله أبو الميسر اليوم وأهداه للأستاذ المهندس أستاذ أحمد صاحب المضيف اليوم يفتخر بأهله وأعمامه وإحنا قلنا اليوم حضر المضيف واللقاء كل أولاد قحطان وعدنان يعني الجميع حقيقة على كافة انتمائهم وحيا الله دكتور مقدام الجميلي والمحبين لكن مما قاله أبو الميسرة أبو الميسرة يقول خيل الأجاويد عالطيبات كدادة خيل الأجاويد عالطيبات كدادة ولهم مساحل سواج أصحاب كدادة يرهم الديد ويدرب العوز كديد وما تاخذ سناف منا بغير حيلة وجبر وطوال الارماح دايم للكسيرة جبر آلاف الاجواد تلقى من خلايف جبر تلوذ بحماهم المسها الضيم كدادة تلوذ بحماهم المسها الضيم كدادة تعيش ابو الميسرة وصح الله لسانك ويستاهلون الاهل والقرايب والمحبين أيضا رسالة مهمة وصلتنا إلى بريد خيمة وقصيد إلى بريد البرنامج وبإمكانكم التواصل على بريد البرنامج على الفايبر ها ناخذ طارق يلا عبانا ناخذ رسالة الخال أبو يعرب هلا بطارق الله حيه
السلام عليكم. السلام وهلا بالسلام. شلونك عمي؟ هلا بسديره واهل سديره حياكم الله. شلونك عم؟ رجعنا دبش تزديره دبش تزديره. ما شفتها؟ رجعنا دبش تزديره دبش تزديره. شفت الدبش لو ما شفتها؟ بارك الله فيك يا عم، بارك الله فيك. الله محييك، الله محييك، الله محييك. رجعنا دبش تزديره دبش تزديره. حياك، تابع تابع البرنامج وحياك الله يا طارق. كل الهلا كل الهلا كل الهلا كل الهلا. استاذ حسام اقدر اخذ الرساله مالت ابو يعروب؟ اي والله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم من الاستاذ والخال العزيز ابراهيم العلج جبوري ابو يعروب. بادئ ذي بدء احيي قناه سامراء الفضائيه راعيه التراث وحاضنه القيم الاصيله وبرنامج خيمه وقصيد الذي يشاهده المحبون داخل العراق وخارجه، وقد اهتم به هذا البرنامج كثيرا وذكرني في كثير من حلقاته بما فيها الحلقة الماضية حين ذكر بإصابة قدمي بكسر وتمزق أدى إلى تجبيسه وإلى حرماني من المشاركة في المآتم والتجمعات واللقاءات والمناسبات الاجتماعية. وبعد البت بإصابتي اتصل بي الشيخ عبد الرزاق المجبل الوقاع أبو حاتم، وقد تكفل بعلاجي في نينوى والإقليم وخارج العراق، ولا غرابة في ذلك، فبيت الوقاع هذا طبعه وهذا شأنه أن ترعى الكهول وال يعني أيضا الكبار. وقد عادني واتصل بي أناس لا حصر لهم ولا عد من كافة العشائر، وقد التقى بعضهم الأستاذ فهمي حين عيادتهم لي، وهم بالإضافة إلى أهلنا الجبور عشائر الهيب ودليم وجميلة والسادة والخفاجة والمراسمة وغيرهم. وقد شكرت شيخنا عبد الرزاق المجبر الوقاع بهذين البيتين، قلت فيهما: عليك سلام الله والد حاتم، عليك سلام الله والد حاتم، لكم في كتاب الخير أكثر من سطري، وعائلة الوقاع خير دعامة إذا ما شكى المعتر من قسوة الدهر. حي الله شيخ أبو حاتم، وهذا طبعه وشانه أن يتصل بالأستاذ والأديب أبو يعرب، ونسأل الله يعني السلامة للخال أبو يعرب. وجزى الله الشيخ عبد الرزاق المجبر الوقاع على هذا الاتصال خير الجزاء. أيضا يقول الخال أبو يعرب: وقد اتصل بي وزارني الكثيرين، لكن من ضمن من زارني وأعتز بزيارته الأستاذ علي حسين علي سليمان أبو قيس الجميلي، معاون مدير عام شركة كبريت المشراق، وكان من الأوائل المتصلين للإطمئنان على صحتي، وقلت فيه: أحيي أبا قيس وقد حل بيننا، فمقدمه الميمون يقرن بالسعد، وحياه فهمي والمهندس رافع، وحياه ماهر المعزب اللي صار الغد عنده، وحياه ماهر والمهندس رافع عليه سلام الله في القرب والبعد. وطبعا لا يتسع المقام لشكر من عادنا واتصل بنا وهم كثر من كافة المحافظات، فحفظهم الله وأدامهم ذخرا وسندا المرسل إبراهيم العلى الجبوري أبو يعرب. هلا بالاتصال وهلا بالفلوجة وأهل الفلوجة الله حيهم. السلام عليكم. ألو، شلون شيخ أبو فرغان؟ هلا بالأنبار وأهل الأنبار. حياك شيخ ويا الهيب من الجرمة من الهيب الجرمة والفلوجة وياك. والعشرة نعم الهيب عيال العرجة، هلا بالقرمة وأهل القرمة. ونعم منك أبو فرغان، أنت تاج وعلم التنومات أبو فرغان. ما عليك زود، ما عليك زود، الله حيهم الله حيهم الله حيهم. والله من تطلع يزيدنا شرف، عرف أرواتك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تسلم. القالي شلونه شوكو شلون حمامنا يا الهيبي، احنا نريد نسمع منك اليوم ونسمع اخبار اهلنا بالقرمه، طمنا على اخبارهم. ايه نعم والله الهيبي يقول احنا ان شاء الله نريد لم الشمال والحرافين اجمعين من كافه العشائر من الشمال للجنوب، احنا نبغى اخوه. نعم حي نباك، حي نباك ابن عمي. هلا. فعلا ان شاء الله نبغى اخوه وفرغان، احنا ما نتفرغ ان شاء الله. ان شاء الله ما نتفرغ. متوحدين بالعشائر ومتوحدين بالالفه مالتنا ان شاء الله، مالنا
ما نتفرغ والله، لو 100 واحد اجينا ما نتفرغ ان شاء الله. احسنت 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 والله. اي والله الفرحان ليش مره دزيت رسائل ترى لك لابو معمر مطلق الفرحان اللي يبي لك والله، بس ترى قال احنا رسائل ما عندي يا ابو، بس خلاني لك والله. الله محييك انت واستاذنا ابو عزيز اني شيخ ريال اللي هي بالقربه من البلوجه. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم شيخ وعلم وفرغان انت يلا حيهم. بارك الله فيك، تسلم 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 شيخ ريال. ريد لم الشمل ان شاء الله، والله يحفظ العراقيين اجمعين وكافه العشائر من الشمال للجنوب ان شاء الله بفرغان. امين والله امين، جزاك الله خير ان شاء الله. واتشرف بكم وبقناه سامره والله هي وكادرها. بارك الله بيك، تسلم تسلم تسلم. والنعم والنعم من شيخ ريال. على راسي على راسي ابن عمي على راسي. بارك الله بيك، تعيش والله تعيش وتسلم. ويمكن المخرج عجل راح يحضر لكم امن وامان على البلاد كامل ان شاء الله العراقيين. امين امين يا رب. استاذ حسام الريد عود رباب احمد عزيز. حياك شيخ فرغان، حياك وسلم على الكادر دقيق كبير الكادر كله يسلم عليك واهدالك يهدي لك هذا الرباب. ناخذها لو ناخذ اتصالات. اي والله اي والله اذا اكون مال ماك اكون مال ماك احمد عزيز مال احمد عزيز مال احمد عزيز. ابشر ابشر الله حيهم. هلا 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 حياكم الله. ريثما تجهز ربابه احمد عزيز ابو نازك. على كيفك يا اخوي حسام، تاكد بان احمد عزيز وغيره. عندنا مشاركات حقيقه وردتنا على السريع، ناخذ هذه المشاركات او اذا اكو اتصال. الله حي الاتصال. الله حيه. هلا. السلام عليكم. سلام وهلا بالسلام. شلونك؟ هلا حياك. الو. شلونك؟ شلونك انت؟ ابعد عن التلفزيون وخلنا بسأل رباب احمد عزيز. احمد عزيز موجود، ايش عندك غيره؟ الو. حياك الله، ابعد عن التلفزيون حتى نتعارف اول مرة قبل احمد عزيز. بس احمد عزيز. احمد عزيز موجود، لكن انت منين؟ من وين اتصالك؟ خلنا نعرفك. طيب ناخذ الربابه. ها تمام. اريد ان الربابه زينه من ربابه احمد عزيز، رتبوا لنا اياها. يقول ترك الطعمه اليوم التقينا بيه بالتجمع واللقاء، وتحيه والف لهن الشرقاط ولهن بعاجه ولرمضان على سليمان ابو احمد اليوم اللي التقينا بيه، وكل الشعراء اللي اتحفونا حقيقه بقصائد المحبه والسلام والوحده. فيقول اخويا ترك الطعمه، يقول يا ساس الدار خبرني هلي وين، يا ساس الدار خبرني هلي وين، شو عابس ولا تقول لي هلا وين، تعالوا شوف دلالي هلي وين، على شيء من ظهر وحنا شباب، على شيء من ظهر وحنا شباب. حياك الله يا تركي، وان شاء الله نظل شباب متجدد. ايضا من اخويا حسن اجعاطه التقينا به ابو فلاح اليوم، وحيا الله هالنجعاطه كلهم. يقول انقل لكم تحيات الاخ ابو الميسره والاخ الدكتور أحمد الدخيل، تمنياتنا له بالشفاء التام، ونحن في زيارته وضيافته اليوم. حفظ الله الدكتور أحمد الدخيل، وحفظ الله أجعاطة، وحفظ الله بالميسرة، وحفظ الله كل القرائب والمحبين اليوم. أيضا الشبل يقول أنا مسرور، أبو غازي مسرور بلقاء أهلي وعمامي بقرية المشهد بالهيكل اللي التقت بكل العشائر والأطياف. ومعانا اتصال. هلا بالاتصال. الله حيه. هلا حبيبي. هلا. اريد شوبي، اريد اهدي لاهل الفلوجه. حي الله الفلوجه واهل الفلوجه. ويمكن انت لو متابع البرنامج من البدايه كان عندنا شوبي مال هلك سدير الرملي سلوك الحرير. ونعم منك. الله محييك، لكن الفاصل الجاي راح يكون الربابه لاحمد عزيز، ايضا احنا نهديها لك ونهديها لاهل الفلوجه ونهديها لاهل الانبار. وحقيقه جعلت تصنع اخبار الانبار الطيبة بالإعمار والوحدة ولما الشمل، وإن شاء الله يا ربي توحدون، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يبعد عنهم كل غلاء ووباء وبلاء وفتنة إن شاء الله. يا المخرج الربابة خلاص مع أحمد عزيز أبو نازك، يلا حيهم. حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم.
هينا يا بغداد تعود الليالي تعود. صح الله لسانك يا ابو نازك وتسلم وتعيش. والحقيقه تواصلنا مع الاستاذ الكبير احمد بن عزيز اللي يخصكم بالتحايا والسلام، واللي ان شاء الله سوف نلتقي به قريبا من هنا ويلتقي بجمهوره بعد جوله طويله وعريضه يعني تجولها احمد بن عزيز في الوطن العربي. ومعانا اتصال الله حيهم. هلا بالاتصال. بارك الله فيك. الو وياك. هلا والله احنا ننتظر هذا البرنامج ومتابعين الله محييك الله محييك. وريد المزيد المزيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حياك الله. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. من وين الاتصال؟ ويسلمون عليك اهالي قريه العدله كافه. العدله اي نعم جريت العدله والله سمعانين بها تابع على النمرود. ها 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 النمرود شلونهم النمرود واهل النمرود؟ النمرود نعم يلا حيهم. اقول شلونهم النمرود واهل النمرود؟ كل الهلا كل الهلا كل الهلا تراهم كلهم. هلا الله حيهم الله حيهم الله حيهم. سلامنا لهن النمرود وحياك الله وان شاء الله يجمعنا معكم لقاء قريب ان شاء الله. تشكر تشكر بارك الله فيك يا مال هلا الله محييك ممنون مع السلامه حياك الله. واني كنت اتمنى انه ايضا نسمع ابو محمود حقيقه من حلقتين وهو يحاول يحصلنا الاستاذ عبد المطلب الحديثي من حديثه. نعم مشاركات حقيقه مشاركه جميله وردتني من سيادة الأستاذ الدكتور خلف جاسم الجبوري أبو لئي إلى قناة سامراء الفضائية وإلى برنامج خيمة وقصيد وإلى الكادر جميعا. يقول الأستاذ الدكتور خلف الجبوري: تحياتي إلى قناة سامراء الفضائية وإلى كل المحبين، وأخص بالذكر معالي الأخ عضو برلمان إقليم كردستان الأستاذ السيد لطيف مجيد خضر والقاضي رزقار محمد أمين والقاضي عبد الله شرهاني والقاضي أوميد رئيس اتحاد قضاة كردستان العراق والقاضي آزاد خوشناو رئيس الادعاء العام والقاضي نجاة فيض الله ابنة شاهين والقاضي مهدي نايف والقاضي آرام جمال والقاضي بشدار مجيد خضر والقاضي طارق حسين كريم والقاضي حسن زكريا والقاضي عبد الستار رمضان والقاضي سكران والقاضي نوزاد كريم والقاضي إيرفان مصطفى زنقنة والقاضي خلات المفتي والقاضي نجيب المفتي والقاضي نازك طاها والقاضي عمر باجلان والقاضي نادر عبد العزيز الهركي والقاضي نوزاد أسعد حسين والقاضي كاوة فتحي معصوم والقاضي فاخر والقاضي فاضل عباس وإلى السادة موظفي محاكم أربيل إلى معالي الأستاذة ابتسام محمد قادر وزوجها الأستاذ محمد لطيف قادر وإلى الأستاذ سمير صابر محمد والأستاذ أرستان نوري محمد وإلى الأستاذ أحمد محمد طاقة والأستاذ قوران عبد الغني معروف وإلى الأستاذة فريد إسماعيل وإلى الأستاذة سانة كوكز فتاح وإلى ابن الأخت الأستاذ فراس إبراهيم خليل الجبوري والأستاذ بان الشياع الجنابي وألف مبروك تخرجهما من السلطة الرابعة الإعلام والأستاذ سبهان فاروق صاحب مطعم أسماك دولفين وجميع العاملين معه وحي الله الجميع. وهلا بالاتصال الله حيه. السلام عليكم. السلام وهلا بالسلام. شلونك يا غالي؟ حياك الله يا هلا. أريد شوبي أهدي لعشيرة المعامرة. المعامرة يستاهلون وحياك الله. وهلا بالاتصال. من وين اتصالك؟ من الموصل. بالموصل حي الله الموصل واهل الموصل. تبشر 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 تعيش تعيش وسلام خاص لكادر قناة الفلوجة قناة السامرة العفو. الله محييك الله محييك ماكو فرق كل الهلا وابشر حياك الله. تسلم يا غالي بارك هلأ. الله بيك هلا هلا الله حيو الله حيو الله حيو. استاذ حسام في اتصالات؟ من حديث ابو محمود ايش بقى للوقت؟ 9 دقائق. حياك الله. الجماعه يبدو انهم يميلون الى الشوب استاذ حسام، مش تقول نطلع احمد الغريب؟ ايه هلا بالاتصال الله حيو. الو الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. الو الو حياك.
سلام الله حيو. ولي أبو نشكركم على هذا البرنامج. يلا محييك. ألو. ألو. حياك، نسمع منك إذا عندك مشاركة مداخلة إهداء. يا أبو أريد نهدي باسم عشيرة طي، أريد أن ندمشة دمشة الله يرحم والديه. الله محييك الله محييك، هذول ربعنا اليوم يميلون إلى تشوبي. ماشي أستاذ حسام، حياك الله يا أخوي المتصل، وخلص بناء على طلب المحبين ما أريد أنزعل أحد. عتشوبي يلا حيهم. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. والحقيقة هذا الفاصل من قناة سامراء الفضائية إلى رئيس حكومة إقليم كردستان كاكا مسرور ابن كاكا مسعود، لأنه لغوا 10,000 بين المواطنين، وأصبح الدخول إلى أربيل كما تدخل إلى أي محافظة أخرى بتسهيلات، وهم قالوا سوف نضاعف من الأمن وسوف نضاعف من السهر من أجل راحة أهلنا العرب وأهلنا العراقيين جميعا. حقيقة لا فرق بين عربي وكردي ولا فرق بين تركماني ويزيدي أبدا، العراقيين كلهم سواسية إن شاء الله. لكن يعني بهذا الفاصل كان إهداء لهم، وحي الله الجميع، وإن شاء الله تدوم المحبة بين العراقيين. وهلا بالاتصال. هلا الله حيو. شلونك عمو فرغان؟ هلا الله حيك. شلونك اخبارك؟ الله محييك. وياك علوش القيس من قضاء الحويجه. هلا 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 بالحويجه. وهلا الحويجه، شلونهم؟ والله بخير الحمد لله. شلونك اخبارك؟ هلا 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 هلا. من عشيره الجلسات وردك عندنا الدفشة مال الزديره. ايش بي عجبتك؟ اي والله حيل. تلقيها على موقع، تلقيها على موقع يقال لها اليوتيوب، ها موجوده والله. على الواد عيد الناس احنا متابعينك اول بول. والله ما اعرف المخرج يعيدها او ما يعيدها، لكنه الايام القوادم سوف تكون اجمل وابهى. واليوم كان حضور لهلك الحويجه كبير جدا، وحضر الشاعر مالك الحزين والقى قصائد جميله جدا في حب العراق والعراقيين. وان شاء الله سوف يجمعنا ايضا لقاء مع اهلنا الحويجه بترحيب، وسندخل مضايفهم ودواوينهم، واولى الحلقات راح تكون من اهلنا البوجحش وأهلنا خفاج بن عامر، ها إن شاء الله. وحياك الله وتبشر. نعم حياكم الله. الحقيقة أيضا على السريع من عطية بن عباش أبو ضحى، استعلامات مصفى قيارة وجبة أي، وحج هاشم الخفاجي، وعويد هاج خادم أبو أحمد، وكل المحبين حقيقة يباركون للحبيب دلف الوقاع بمناسبة المولود الجديد، ومن صلاح الدين بن كنعان إلى القهازي وأهل القهازي، ومن هاشم شهاب العبيدي بزيليلة إلى الخال أبو عمر وكل المحبين. وإحنا حقيقة اليوم أيضا حل علينا ضيوف أعزاء، يسامر بلشي تشهدنا، نذكرنا أنمار وأخوه حياهم الله، نوروا قناة سامراء الله حيهم. وما أدري إيش بقى من الوقت يا المخرج. المخرج يقول إن انتهت الحلقة. الأحد القادم إن شاء الله سوف يكون ضيفي حسام السبعاوي، ومعه شاعر آخر لا نذكره. الأحد القادم إن شاء الله والبعده راح نستقبل الضيوف. وأحسب أن قناة سامراء وعدتنا بأن الاستوديو راح يتغير والديزاين راح يتغير، وهذا كلها راح تتغير إن شاء الله حتما نحو الأحسن والأجمل، من باب أنه يعني نستقبل بها ضيوفنا وشعرانا حياهم الله. انتهت هذه الحلقة، لا يسعني في نهايتها إلا أن نشكر المصور المتألق الجميل أمين كبو، وسامر العاني، ومروان ابن غالب، ويوسف التكريتي، وابو العيش، وأنس السامرائي، وعيسى الفراجي، وفيصل آل الطوف، وغيث آل الطوف، وكل القرايب والمحبين. هذه تحية المخرج لكم حسام بوفاعور، حتى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم. تعيش تعيش تعيش. ازعل ازعل.
واقول لامي